كثرت فيه الفتن، وتعددت وسائل الغفلة، وانشغلت النفوس عن الطاعة. الموعظة هي زاد القلوب ولباسها، والتذكرة هي دواء النفوس وطمأنينة القلوب. زاد القلوب، زاد القلوب، برنامج نحاول من خلاله أن نجمع وأن نقتني مفاهيم الرقائق وقيم الحقائق. سنكون معكم بحديثنا وأصواتنا، فكونوا معنا بمسامع قلوبكم وجمال صبركم لنعيش معا في بستان الهدى، ونتريض في حدائق التقوى وساعات الرضا. أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرى. زاد القلوب يقدمه الشيخ خليل التائب، ويستضيف فيه فضيلة الشيخ سالم جابر. يأتيكم كل أحد عند الساعة 7:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة. قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحبابي الكرام، ها نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج زاد القلوب مع فضيلة الشيخ سالم جابر، فحياك الله شيخنا. مرحبتين أستاذ خليل، كيف حالك؟ طيب، الله يسلمك، حياك الله. شيخنا، اليوم نريد أن نتكلم عن خلق جديد، ويعني موضوع جديد، ألا وهو المحبة. فماذا تعطينا وماذا تنهلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه من بعده، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. المحبة، الإنسان مكون من ثلاث: عقل وقلب وجسد. العقل للتفكير، والقلب للمحبة، والجسد يتحرك بأمر من القلب والعقل. والمحبة هي مدار الدين، كله يدور على المحبة، ورأسه المحبة، وأساسه المحبة. والتعايش بين الناس، وهذا الوئام الذي نراه بين المجتمعات، وهذه المنتجات التي تنتقل من مكان إلى مكان، أصلها وأساسها المحبة، سواء كان حب الخير أو حب المال حبا جما. فنجد المحبة قد دخلت كل الأبواب، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يكره أحدا في الدين، وإنما يريد من يؤمن به أن يؤمن به على محبة. ولذلك إن لم نلتزم، إن لم نحب، فما الذي سيحصل؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمطلوب منا أن ننفض الغبار على هذه القيمة الراقية، قيمة المحبة. وكيف ونحن في زمان كثر فيه الشقاق والنفاق، وأكلت الحروب الأخضر واليابس، وأصبحت صناعة الحرب وصناعة الموت وصناعة القتل وصناعة الدمار وصناعة الظلم، أموال تصرف ودول، بل اتحاد لمجموعة من الدول، كلها تصب في إطار واحد وهو ضد المحبة. فالآن نحن كالأرض التي مرت عليها سنين ولم تنزل عليها المطر،
مشتاقون إلى برق المحبة وإلى رعد المحبة وإلى قطرات المحبة لتنزل على قلوبنا، فتنبت من كل زوج بهيج يسر النظر، ومن كل فاكهة دانية مثمرة. فما أحوجنا إلى أن نهتم بهذه الشجرة في قلوبنا، هي موجودة حتى في قلب الكافر، لكن كيف نسقيها وكيف ننميها حتى تظلل بظلالها الوارفة فتمنع عنا حرقات الحروب وشموس الحروب التي تلهب الجلد كما تلهبه الصياط؟ إنها المحبة. شيخنا، لو أننا تكلمنا عن مكان المحبة في الجسد، أين هي؟ أين مكانها؟ أين المنبع التي تصدر منه المحبة؟ سبحان الله العظيم، إن الله في كل شيء خلقه إعجاز. لا إله إلا الله. ولو وقفنا عند هذه اللحمة الصغيرة، هذا الجزء الصنوبري الشكل الذي هو قطعة لحم صغيرة وضعها الله في الصدر، بالوزن لا تساوي شيئا، بما فيها من خلايا وبما فيها من أشياء لا تستطيع أن تتبينها. فإذا بهذه المضغة القليلة تحتوي جميع أنواع المحبة على الأرض، حب للجمال بكل أنواعه وأشكاله، وحب للحسن في الجمادات والمتحركات والمخلوقات والنباتات وكل شيء، بل إنك تجد هذا القلب يتصارع فيه حب كثير. حب الأب يختلف عن حب الابن، وحب الأم يختلف عن حب الأخت، وحب الزوجة يختلف عن حب العمة، وهكذا، بل يتسع فيكون بداخله حب ما يقرب من مليارين من البشر، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. من هم؟ المؤمنون. كلنا نحبهم وإن لم نرهم. هذا الشكل الصغير من القلب كيف استطاع أن يستوعب كل ذلك؟ ولذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم مضغة، لأنها ليست كبيرة، وركز عليها في قوله إذا صلحت، فهي مفعمة حقيقة بالحب، حب بجميع أنواعه. وفيه حب آخر، حب الشهوة، حب الزينة، حب الهوى أحيانا، حب المال، كلها بداخله. لكن كيف ننقي وكيف نجعل سلطانا وميزانا لهذا القلب بحيث يجعل تراتبيات ويخرج بعض الحب المنكور؟ كل ذلك إذا استطعنا أن نصل إلى شيء واحد، هو حب الله. يصفي وينقي ويخرج كل ما يفسد أنواع الحب، ويجعل الأول فالأول، فهو لا يخرج كل شيء ولا يبقي كل شيء، وإنما يكون ميزانك في أي شيء تحبه ما علاقته بحب الله، وهل هو يقرب أم يبعد، وهل هو يجلب الرضا أم يجلب السخط. عندها كأنك وضعت مفاتيح للحب، ووضعت فلاتر حتى لا يدخل كل كدر، ووضعت ميزانا فلا يحصل الشطط. نعم شيخنا، لو أننا تكلمنا عن، يعني عرجنا على البغض وأثره في المجتمع وفي تركيبة الإنسان، هو هناك أشياء ركبت في الإنسان ما يستطيع أن يتخلص منها،
منها البغض. ما يستطيع الإنسان أن يقول أنا لا أبغض شيئا ولا أكره شيئا، هذا لا يوجد. لماذا؟ لأن الله أثبت لنا ذلك. الشدة، الكره، لا بد منه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، أشداء، أبغض يبغض ويحب في الله، يعطي ويمنع في الله. إذن لا بد من وجود الاثنين. نعم. لكن البغض لمن نريده؟ لمن يكره الله ويكره رسول الله، لمن يحارب الدين، لمن يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لمن يستهزئ بأوامر الدين والشريعة، هذا لا بد أن نبغضه. هل نحب المنافق؟ لا يمكن. هل نحب اليهود ونودهم؟ والقرآن يقول لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حتى الغلظة ليس بغض فقط معه غلظة، وإنما البغض خطورته إذا استعمل بين المسلمين وبين المؤمنين، هنا يصبح خطرا وممنوعا، ولذلك ركز الشيطان عليه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أين؟ بينكم، قال بين من؟ الخطاب في أول الآية لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، بين المؤمنين. لكن لا يأتي إنسان يقول الآن لما لا تحب شارون، ولما لا تحب هتلر وهو من العظماء، ولما لا تحب فلان، ولما لا تحب نتنياهو الآن، كيف أحبه وهو يقول إن الله فقير ونحن أغنياء؟ كيف أحب وأطبع وألتمس وأتاجر وأستورد ممن يقول يد الله مغلولة، بخيل، ممن يقول عزير بن الله؟ لا يمكن. هناك ثوابت في القرآن. الحب ليست قيمة مستهلكة مبتذلة ذليلة ننقلها كيفما نشاء ونضعها كيفما نشاء، يصبح هذا رجلا مجنونا غير عاقل، وإنما العاقل يحب الأشياء التي تحب. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا الحب يكون للجمال، قد تحب شخصا لجماله مع أنه لا دخل له في جماله، وقد تحبه لجمال صفاته وأخلاقه مع أن وجهه قبيح، وقد تحبه للإحسان إليك. في غير ذلك كيف تحبه؟ ولذلك الأساس والميزان هو دائما أن نربط كل حب بحب الله، عندها لا يحصل انحراف. من يبغض الله نبغضه، من يبغض رسول الله نبغضه، من يبغض القرآن نبغضه، من يبغض أهل الإسلام والإيمان نبغضه. نعم نعم شيخنا. لو أننا تكلمنا شيخنا على الحياة، هذه الحياة الدنيا وما فيها من علاقات وما فيها من تواصل اجتماعي، ما قيمة هذه الحياة بدون حب؟ حقيقة أحيانا المخلوقات تتحول كآلات، والله بعض الآلات لها قوانين تربطها في الحركة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان آلة، وإنما خلق له مشاعر فياضة وعواطف،
انظر إلى الطفل عندما تضعه أمه، الكل يحبه. سبحان الله، من الذي زرع الحب حتى لمن يراه لأول مرة؟ الله. وقد يصبح هذا الطفل من المجرمين في المستقبل، أو يصبح حاكما ظالما، نحن لا ندري. فإذن المحبة جعلها الله في كل شيء، هي جمال الكون. وإلا ما رأيت أحدا يبر والديه، وما رأيت أحدا يعطف على مسكين، وما رأيت أحدا لولا المحبة يطعم هذه الحشرات وهذه الدواب، القطط وغيرها. ما الذي سنستفيده منها؟ حتى الفئران لا تأكلها، لكن نطعمها ونمسح على ظهرها. لابد أن هناك شيئا من المحبة وقع في قلوبنا. وما أجمل أن يكون القلب يحب كل المخلوقات التي تسجد وتسبح لله، ويكره كل من يبغض الله. نعم شيخنا، الآن نريد أن نقسم المحبة كما قسمها ابن القيم، فقال هناك خمس أنواع من المحبة، هي محبة الله، محبة ما يحب الله، محبة مع الله، والحب لله وفي الله، ومحبة ومحبة طبيعية. فنريد أن نتكلم الآن يعني عن محبة الله، كيف تكون؟ ما هي؟ هي المحبة أصلا ميل نفسي، لكن بالتوضيح بالأمثلة يمكن أن تكون. عفوا قبل ما يعني الآن أكثر الناس تصف الله عز وجل بأنه جبار، يغضب، يضع في النار، يعني هذه الصفات التي يعني يأتون بها من أجل تنفير الناس من بعض الأفعال، ولكن لا يدققون على مسألة محبة الله عز وجل. أولا الأثر الوارد، أحبوا ربكم لما يغذوكم به. لو عرفنا الله لأحببنا. يعني القضية كلها عدم معرفة. نعم، لو عرفنا جماله، إن الله جميل. الله. ألا يحب الجميل؟ يحب. يحب. لو عرفنا إنعامه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو جلسنا الآن نتكلم على نعمة العين في شكلها، في جمالها، في الأشياء التي ركبت منها، في الأشياء التي بداخلها، في الصور التي تنقلها لك، وألوانها وتعددها وسرعة النقل ورباطها بالدماغ، حتى أنه لا تضيع صورة من هذه الصور، مجرد ما التقيت معه بعد 20 عاما أنت فلان. من الذي نقل ذلك؟ العين. هذه نعمة واحدة. ألا يحب من صورك في أحسن صورة على وجه الأرض؟ لا إله، دليل على أنه يحبك. الله. ولقد كرمنا بني آدم، أيكرم الله من يكره؟ أبدا أبدا. لذلك لو عرفنا الله حق المعرفة، أصعب يوم هو يوم القيامة، وأشد يوم هو يوم القيامة، وأخوف يوم هو يوم القيامة. فانظر إلى الرحمن الرحيم ماذا فعل لك فيه. إن لله 99 اسما، إن لله 99 رحمة، رحمة. إن لله 100 رحمة، بارك الله فيك، إن 99 اسما، إن لله 100 رحمة. أخذ رحمة في الدنيا يتراحم بها الناس، حتى أن الفرس لا تطأ وليدها. الله أكبر. وادخر 99 إلى يوم القيامة. من ادخر لك 99 رحمة ألا يحب في يوم يجعل الولدان شيبا؟ ألا يحب؟ يحب. لذلك
معرفة الآلاء، معرفة النعم، معرفة الإحسان. الإحسان هذا زيادة، فلان أحسن إلي أنا لم أطلب منه. فالإحسان بالنسبة إلى الله، أنت خرجت لا مال لا ما يستر العورة، وأنا خرجت كذلك، وغيرنا كلنا خرجنا هكذا، فألان قلوب الخلق لنا، بل ألان قلب أمك وأنت في بطنها، فأحبتك قبل أن تراك. هذا من ماذا؟ من حب الله لها ومن حب الله لك، وإلا ما فعل بك ذلك. سبحان الله. لذلك المؤمن قلبه دائما متعلق بمن؟ بالله، بالله سبحانه وتعالى. وربط الله سبحانه وتعالى محبته هي الأساس في الإيمان. لا تؤمن حتى تحاب. والمؤمن يحب الله، ولذلك حديث أنس بن مالك في الصحيح، حديث ذلك الرجل الذي جاء قال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ اي والله. قال وما أعددت لها؟ نحن نتصور عندما يسأل الإنسان على يوم القيامة لابد أن يكون صافيا نقيا تقيا بارا، لا، ليس بالضرورة يا أخي. ارحم الناس بذنوبهم، وإلا الرحمة أصلا لمن هي؟ لمن أخطأ؟ وماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كبير صلاة ولا كبير صيام، لكني أحب الله. انتبه، ترتيب الأول، أحب الله ورسوله. الله أكبر. هل هذا يكفي؟ هذه رسالة لكل من يسمعني، هل تستطيع أن تتحصل على هذا الكرت؟ أحب الله ورسوله، هل هذا شيء موجود في قلبك؟ والله لو تحصلت عليه لكفك. ما قال والله عندي كثير من الصيام وكثير من الصلاة، وقد حججت 40 حجة، واعتمرت 30 عمرة، وغزوت في سبيل الله 30 غزوة. أبدا. هذا من رحمة ومن حب الله لنا، ليسر لنا الطريق، طريق المحبة. فجاء بهذا الأعرابي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي، ونحن والله متعطشون للإجابة كتعطشه ولها. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبشر، فالمرء مع من أحب. الله أكبر. أتدري ماذا قال أنس راوي الحديث؟ قال والله ما فرح الناس بشيء بعد الإسلام كما فرحوا بهذا الحديث، لأنهم كلهم يحبون الله ورسوله. الله أكبر. وأيضا من رحمة الله سبحان الله، هل مرتكب الكبيرة لا يحب الله؟ هذا في نظرنا، شرب خمرا هذا مجرم، لا يحبه الله ولا يحبه الله، هذا في نظر الناس، في نظرنا. الآن كل المذنبين كأن القيامة قد قامت، وصنفناهم نحن، هذا في النار، هذا في الدرك الأسفل، هذا في جهنم، هذا في الحطمة، هذا في السعير. لماذا تنصب نفسك قاضيا وليس قاضيا، قاضيا يوم القيامة؟ لا يجوز لك ذلك يا أخي. ادعي له بالهداية ليكن في قلبك شيء من المحبة كأنه ولدك. أتحب أن يسرع إلى النار؟ حاول أن تنقذه ولو بالدعاء. نحتاج إلى المحبة. نعم. فإذا بهذا الصحابي يؤتى به وقد شرب الخمر فيجلد، ويؤتى به بعد ذلك فيجلد. في بعض الروايات ذكرت 50 مرة. الله. لكن الرواية الصحيح أنه أتي به الإجلد. فبعض الصحابة قال كم مرة يؤتى به؟ شتمه أو سبه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تقل ذلك، والله إني ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر.
وهذا يجعلنا أن الحب موجود، لكن هو مراتب، قد ينقص وقد ويزيد. نعم. فأبشر يا أخي بمعصيتك، الله يحبك، لكن ما دمت قد نلت الحب، أفلا يستحق منك الحب شيء من التضحية، أن تهرب من الشهوات والمعاصي وأن تبدأ في الطاعات؟ لو أحببت شيئا في الدنيا ألا تطيعه؟ نعم نعم شيخنا، نخرج فاصل ثم نعود لنتواصل. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذاذه الأفواه، حين فتأخذنا الحياة، حين فتأخذنا الحياة، والعين تبكي علها تلقاه، فحفظته وغدا وساما قد علا الله، حرف تروى بالنقاء به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه، فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباب الكرام، ها قد عدنا مع فضيلة الشيخ سالم جابر، فحياك الله شيخنا، فها قد عدنا والعود أحمد. شيخنا، أنت ذكرت في نهاية كلامك، قلت أبشر بمعصيتك فالله يحبك، نريد تبيين لهذه الكلمة. هذا الصحابي شرب الخمر والخمر محرمة، ورأى بعض الصحابة في اجتهاده أنه فعل معصية وهذه تبعده من الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح له هذه الرؤية بقوله الله إني لأعلم. الله أكبر، الله أكبر. أولا لإنعام الله، ثانيا لوجود الإيمان في القلب، فالمؤمن مؤمن بمحبة وليس مؤمنا بكره، لكن المعاصي قد تضعفها كما يضعف الإيمان، لأن هي مرتبطة بالإيمان وتابعة له. لذلك العاصي إياه أن يقول أن الإيمان خرج من قلبي بالكلية وحل محله الكفر، هذا لا يحصل إلا في الشركيات أو أتى بناقض من نواقض الإسلام المعروفة. فلا تجعل ذنبك يحول بينك وبين محبة الله، وبينك وبين التوبة، وترى ذنبك أعظم من رحمة الله، وترى معصيتك أعظم من مغفرة الله. إياك أن تفكر بذلك. ليس معنى ذلك أني أقول لك دم على المعصية وداوم على هذا، لا أبدا، أنا أريد أن أقول إليك فر من المعصية إلى محبة الله، أخرج من الذنب إلى الطاعة، لكن إياك أن يتسرب إليك اليأس بسبب ذنوبك. الذنوب شيء، وقدرة الله على غفرانها شيء آخر. فدائما ظن بالله خيرا، نظن بالله الخير إن شاء الله. بعض الصحابة كان، ماذا كان عمر بن الخطاب، وماذا كان عمرو بن العاص، وماذا كان خالد بن الوليد، لما أسلموا الإسلام يجب ما قبله، وكما قلنا في دروس التوبة تجب ما قبله. ولعل وجود المحبة هو الذي يوقظ فيك
روح التوبة فتتوب توبة نصوحة. نعم. نذكر ب يعني أرقام الهواتف، ونتمنى من الإخوة الكرام أن يكون يعني سؤالهم في نطاق الحلقة. 091-034-99-91 أو على الرقم 021-36-0105. شيخنا، الآن لو أننا تكلمنا عن آية ورد فيها بعض يعني الأصناف من الأشياء التي يحبها الإنسان، وهي من الأشياء التي سيطرت على وجدان الإنسان ربما يقاتل من أجلها، فهذه الآية نريد أن نذكرها الآن. قال الله عز وجل سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقبل أن ننتقل معنا الأخ عبد الحق. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. والله أنا بنسلم على الشيخ سالم جابر، نشوف فيه زي أبوه يا رحم الله، هو يعني أعتبر فيه زي أبوه هيك من ال. جزاك الله خير. أسلوبه وهيك والخالد زي ما تقول له بقى متاعه. بارك الله فيك. وبرنامج أنا بالله كان مع الشيخ عبد الناصر ويلة على الصحابة، كان يطير فيه هلبة ويرفع في الهمم هلبة ويفتح في المدارك حتى على كيف العالم الإسلامي يتعامل مع العالم الثاني. لما بيشتغل مصنف تصنيف لكن على سواء اليهود والنصارى، وبارك الله فيه وراه نعتبر فيه أبوي شخصا مسافر، وربي يثبتك ويحفظك يا شيخ. نسأل الله أن يجعل والدنا ووالديك من أهل الجنة ووالدي المستمعين جميعا. بارك الله فيه. الأخ عبد الحق ذكرنا بهذه القيم الطيبة، وهي توقير ذا الشيبة والشيخ والعالم إن شاء الله. فهذه الآية شيخنا ماذا فيها من تفسير وماذا فيها من بيان وتوضيح؟ الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس درجات المحبة ومراتبها، ولم يأمره بإخراج بعضها والإبقاء، ما أخرجت الثماني الثلاث ولا أخرجت الثلاث الثماني، بل بقيت فيصبح العدد 11، كلها مجتمعة في هذا القلب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم حبين لكن ليسوا سواء، وإخوانكم وأزواجكم، وهو يشمل الذكور والإناث. والإناث، نعم. وأموالكم عشيرتكم. وعشيرتكم. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كأن هذه هي الأشياء الموجودة في ذلك الزمن، وهي التي تحب، وهي التي تحب، وكأن ما وجد بعدها في الأصل تجده متفرعا من هذا. منها. الآن بعض الآيات تخص فئة معينة، أنا لست تاجرا وأنت لست تاجرا لكن غيرنا تاجر، وحبه للتجارة وخوفه من كسادها يجعله مقدما في قلبه. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى استعرض لنا كأنه يقول لنا: أعلم ما في قلوبكم. سبحان الله. وأعلم ما تحبون، والذي تحبونه في الترتيب هكذا. نعم. بدأ بمن؟ الأب، اللي هي الأب والأم، ثم تدرج إلى أن يصل إلى المسكن، وإلى أن يصل إلى تجارة مع خوف الكساد لكن يحبها. سبحان الله. ثم بدأ بعد ذلك أبقاها كما هي على ما هي عليه من حب، لكن أحيانا يقع تصارع داخل القلب بين شيئين كل منهما يحبه صاحبه، فيحصل إما ارتفاع وإما إخراج. فأراد الإسلام أن يصحح لنا ما يجري في قلوبنا وما يدور بداخلها. ولذلك المؤمن لا بد أن يهتم بقضية المحبة،
أنت تريد أن تصل إلى الفلاح وإلى المكسب وإلى الربح، تستعمل كل الوسائل، من دراسة، من دعاية، من موقع، من بضاعة، من كل الوسائل، حتى الابتسامة تعدها شيء من الدعاية. أنا أريد منك يا أخي كأنك تريد أن تصل إلى فلاح المحبة، فماذا تستعمل حتى تصل إليه؟ لابد أن تجعله هو الأول. كل إنسان لابد أن يحدد هدف، الهدف هو محبة من؟ محبة الله. لذلك قال إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الأولى أنا لا أريد أن نتكلم عليها لأن كل قلب تفضل. معنا الأخ فرج، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي، مرحبتين بك، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. تفضل أخي الكريم. قلت لك يا شيخ بالله نطلب من شيخ سالم جابر قول لهم رايفين علي خطبة، خطبتك في مدينة بنغازي، بالله من أبوه يحكينا علي التابعي عبد الله بن المبارك، بالله معلش. حاضر أهو الشيخ يسمع فيك إن شاء الله. قول له رايفنا علي أنا من متتبعيك يا شيخ سالم. إن شاء الله يا سيدي، أهلا وسهلا. أبوك يا ريتك تكلمنا علي التابعي عبد الله بن المبارك. حاضر. يا ريت لأنه قل في هذا الزمان والله. حاضر إن شاء الله، بارك الله فيك. والله قل في هذا الزمان. أنت نتذكر لك أنا حضر لك خطبة في منطقة الليتي. أي نعم. كنت تتكلم علي ابن المبارك، والله يعني سبحان الله التابعي هذا الله أعلم إذا كان هو تابعي. أنا والله تابعي، كلامك صحيح. جيت سألتك. جيت سألتك أنا قلت لك نبي سيرة الرجل هذا، قلت لي عدي أقرأ كتاب باسم صفة الصفوة. نعم صحيح، صفة الصفوة، صفة الصفوة لابن الجوزي، مظبوط. بارك الله فيك، يا ريت أنت تحكي لنا عليه شوية شيخ سالم، رأيتنا عليه والله. أنت بارك الله فيك ذكرتنا بالأيام الطيبة، لكن الآن الله غالب، نحن الخطب كما تعلم ما في مسجد نخطب فيه ولا في مجال للدعوة إلا هذه القناة المباركة، نسأل الله أن يحفظها ويبارك في القائمين عليها سرا أو جهرا قائمين. نعم. بارك الله في الأخ فرج، ذكرنا بالأيام الطيبة يا شيخنا، فنرد إلى الآية. نعم، فهنا لم يقل الله سبحانه وتعالى كيف تحبون المال وكيف تحبون التجارة وكيف تحبون المساكن، لا، أبقاها. ولذلك لابد من اللين في الدعوة والترقي، ابقها عندك لكن لا تجعلها في مرتبة محبة الله ورسوله والجهاد. الآن نريد أن نسأل هذه الثلاثة الأخيرة، الثمان موجودة واهتمام الناس بها كثيرا حتى أنه لا يسمح ببعض القمامة أن توضع أمام بيته، ومساكن ترضونها. ما معنى ترضونها؟ تريدونها وتحبونها، مش أي مسكن. فنجد العناية والاهتمام والترقي والأحسن والأفضل والأعلى، كذلك بالنسبة للتجارة وكل المجالات. لكن الثلاثة الأخيرة هل نحن نعتني بها؟ نبحث عن أسبابها، نحرص عليها، نسأل عمن توفرت فيه هذه الصفات الثلاث، الحب لهذه الثلاث، فنكون مثله. كيف نبدأ حتى نكون؟ نبحث عنها في القرآن وفي السنة، لا نهتم، مع أنها هي أعلى مقامات الإيمان. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هل يوجد هناك حب أكثر، يعني هذه الأصناف من يحبون أكثر من الله عز وجل في هذه الأصناف؟ يعني نحب ولدي أكثر من الله؟ نعم كثير من الناس. نحب أبي أكثر من الله؟ نعم كثير من الناس، سبحان الله. وأحيانا الأعمال تبين، أحيانا ولدك لحرصك عليه لا تدفع الزكاة، تريد أن تبقي المال لمن؟ لولدك. هنا أصبح الامتحان في المال. الله أكبر. الله أمر وولدك كأنه أمر، إلى من ملت وأطعت؟ هنا نقص حب الله وتغلب حب الإبن.
هل يدخل فيها موضوع الميراث، أكل الميراث؟ نعم، الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت نظرت في جيبك وفي مالك وفي عائلتك، رأيت أن أختك ستأخذ نصفك، نصف ما تأخذ أنت، فرأيت هذا كثيرا، فأطعت حبك للمال وتجارة تخشون كسادها وأموال اقترفتموها، كلها في الآية، فأخذت بها وغلبت حبك للمال واهتمامك بأهل بيتك ليستفيدوا من هذا الإرث، ولم تطع قول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ضعف حبك لله هو الذي جعلك تعصيه. لا إله إلا الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك الله جاء بالبلاء ليبتلي، فهنا حب الله ما مقامه في قلبك؟ هل توفرت صفات المحبة فيك؟ أم أنت من الذين قال الله فيهم لا يحب، وهي 16 مرة، ويحب وهي 16 مرة، عدل في القسمة، 16 فئة يحبهم الله، و16 فئة لا يحبهم الله. إن الله لا يحب المعتدين. معتدي على من؟ على أختي في الميراث، اعتداء أو ليس اعتداء؟ اعتداء. اعتداء. إن الله لا يحب الظالمين، ظالم لغيره. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الكافرين، آيات كثيرة. فلا بد أخي أن تختار حب الله أحب إليكم. هنا الخطورة في كلمة أحب، إذا أصبحت الثمانية واحدة منها أو هي مجتمعة زحفت على الثلاث وارتفعت عنها وصارت أكثر، عند ذلك عليك أن تجعل عزاء على إيمانك. لا إله إلا الله. حب إليكم من الله ورسوله، ما مقام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا؟ بالله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أجلس شهرا عند كل واحد منكم في بيته، هل نحب ذلك أو نكره؟ والله الكثير يكره، لأنه يقول سألتزم، كل شيء كنت أحبه سأتوقف عليه من المعاصي والشهوات. إذن نبحث لماذا لا نحب رسول الله وجعله الله سببا في إخراجنا من الضلالة إلى الهدى، ولن ندخل الجنة إلا من طريقه، لماذا لا نحبه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وهذا الحديث كأنه يفسر الآية. أحب إليه من من؟ من ولده ووالده وماله وأهله ونفسه والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يفسر هذا الحديث في قضية من؟ أحب إليكم من الله ورسوله، يوضحها. أي والله. وجهاد في سبيله. نعم شيخنا، معنا الأخ ساسي، أهلا وسهلا بك، ونأخذ آخر اتصال إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، بارك فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت والشيخ. جزاك الله خير، كلامكم طيب ويرغب في محبة الله. الله يبارك فيك يا سيدي. نسأل ألو تفضل. نسأل الشيخ في المحبة، محبة الله والخوف منه، هل هم نفس الدرجة عند ربي يعني، ولا أيهم الأفضل؟ لأن مرات فيه مرات تصير لها فتور المحبة ربي، كيف مرات تجيك لحظة مثلا يطلع صغارك كويسين، في يصير لك موقف في حياتك تحب فيها الله، يعني مش قصدي الفترة الأخرى تكره ربي، لكن نقصد بالمعنى هذا، هي فترات تجي مرات. وفوق الخوف من الله، الخوف من الله في اللي يقول، معلش النقطة هذه وضح لنا الشيخ، في اللي يقول إن الخوف من ربي
فيه الإنسان طبيعته هو طبيعته خواف، يعني بالطبيعي أنه يخاف من الله يعني. نعم. هي هذه وضحها لنا الشيخ ويقول لنا الفرق بيناتهم المحبة والخوف أجرهم زي بعضهم، لما تخاف يعني ما ترتكبش المعاصي. تمام. ولما تجيك حاجات كويسة تحب فيهم ربي يعني، ممكن تشوف خلايا الخلق الله تعجب السماوات والأرض، خليك تحب الله يعني في الجمال في الحاجات هذه. وصلت إن شاء الله، وصلت أخصاصي. بارك الله فيك. بارك فيكم. بارك الله فيك. وهذا أنا آخر اتصال شيخنا، فالأخصاصي يتكلم عن الحب والرجاء والخوف من الله عز وجل، المقارنة. هو كل واحد منها لها مقام في القلب لا يؤثر على الآخر. فأنت على سبيل المثال، ابنك قد يحبك وهو يخافك، يخافك إن أخطأ أو قصر، لكن هل هذا الخوف أو التقصير يمنعه من حبك؟ لا أبدا، هو يحبك. فأنت قد تحب الله مع خوفك منه، لأن أسباب الخوف هو الجلال، وأسباب الحب هو الجمال، وكلها موجودة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن الذي يخاف الله قيل أنه في شبابه وفي صحته يغلب الخوف على الرجاء، وفي شيخوخته ومرضه يغلب الرجاء على الخوف. تمام. شيخنا في نهاية الحلقة، لازال لدينا 3 دقائق، نريد يعني تفصيل في حب سيدنا إبراهيم لإسماعيل عليه السلام. نعم. وقد جاء الأمر من الله عز وجل. نعم. كيف نوازن أو كيف نجعله منهج حياة في هذه 3 دقائق؟ هنا ابتلاء، امتحان خطير من أخطر الامتحانات، وهو الله سبحانه وتعالى يبين لنا إذا اجتمع أمران أيهما تقدمه، والكل قريب من قلبك غال عليك تحبه حبا جما. فهذا شيخ قد جاوز 80 ورزق بهذا الولد، ولم يرزق قبله لا ببنت ولا بولد، وتربى على عينه وفرح به بعد أن طرد من قومه، اهجرنا لنرجمنك، فلما اعتزلهم فأصبح ليس له مؤنسا إلا ولده، فكأن أصبح في القلب شيء آخر اسمه إسماعيل. والخلة ليست أمرا سهلا، لا بد أن يفرغ القلب من كل ما فيه، وهي مرتبة عالية، مرتبة الخلة. كيف نخرج هذا الصبي من قلب والده؟ فإذا بالابتلاء يأتي، إني أرى في المنام أني أذبحك. كلمة ذبح. نعم. أقتلك بيدي أمام عيني، أضجعك وأذبحك كما أذبح الشاة. وهنا كأن سكين العزم يذبح شيئا من الأنانية التي هي في القلب وإن كانت مباحة. الحب فيه أنانية. لكن ما أنت تريد الخلة، مقام عالي. فهنا المذبوح كان قمة في المحبة، لأن هنا المحبة جاءت من طرفين، من الذابح ومن المذبوح. محبة لمن؟ لله. يا أبا تفعل ما تؤمر، لأن الآمر من؟ الله. وأنا أحب الله. الله أكبر. وإذا بهذا الأب ينفذ، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. عندما أراد أن يضع السكين لابد أن إسماعيل قد خرج من القلب.
الله أكبر، وأصبح في القلب سبحانه وتعالى لا يرى في قلبه إبراهيم إلا الله، الله ولا يعرف إلا الله ولا يحب إلا الله. فهنا كانت الخلة بكل معانيها، فهنا ابتلاءات. دائما إذا خيرت بين أمرين من تختار؟ الذي يريده الله، الذي يأمر به الله، الذي يحبه الله، الذي شرعه الله. إياك أن يتسرب شيء من الشرك أو المحبة ولو من ولدك فيلوي عنقك على النصوص ويبعدك عن التشريع وتفضل رضاه على رضا الله، ولو كان حاكما أو رئيسا أو ابنا أو زوجة. فالميزان الحقيقي هو محبة الله، إذا سعينا إليها والله نعيش سعداء، لأن الله لا يمكن أن يعذب من يحب. الله، فحصلت النجاة، نجا الابن ونجا إبراهيم. لماذا؟ لأن في الذبح عذاب، والله لا يعذب من يحب، مدى من حصلت المحبة وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرفع أقدارنا، وبارك الله فيك شيخنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فنودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحوجنا إلى المواقف.